هل الزليج مغربي أم جزائري؟ تراث لا مادي يشعل الصراع من جديد بين الجارتين. صناع تقليديون مغاربة اتهموا الجزائر بمحاولة السطو على هذا المنتج الحرفي، مطالبين بضرورة التدخل من أجل حمايته من الطمس والاستيلاء الثقافي. هذا الاتهام جاء بعد التصريح الذي قدمته وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي خلال افتتاحها شهر التراث بالجزائر. تصريح أعلنت من خلاله الوزيرة إقدام الجزائر على تصنيف الزليج باسمها ضمن لائحة التراث اللامادي بمنظمة اليونسكو. غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس المغربية أصدرت بلاغاً استنكرت فيه ما جاء على لسان الوزيرة الجزائرية، داعية جميع المؤسسات الحكومية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني بالتصدي لهذا الترشيح، معتبرة إياه مغلوطاً ولا يستند على أي أسس تاريخية. أزمة الزليج هذه ليست الأولى من نوعها بين الجارتين، فقد سبق لوزارة الثقافة المغربية أن وجهت إنذاراً قضائياً لشركة أديداس بعدما أفصحت عن التصميم الجديد لقميص الإحماء الخاص بالمنتخب الجزائري، تصميم اعتبرته الوزارة مستوحاً من تصميم الزليج المغربي، لكن الشركة الرياضية نسبته لقصر المشور الواقع في ولاية تلمسان بالجزائر. صحيح أن أديداس لم تسحب الأقمصة كما طالبت بذلك الوزارة، لكنها أعلنت في بيان رسمي عن توصلها إلى حل ودي للخلاف، بيان لم تفوت فيه أديداس الفرصة للتعبير عن احترامها العميق للشعب المغربي والحرفيين المغاربة.